نعم أنا أقول لك اليوم العراق متربصين بالأقزام ومتربصين طيب. بأن يصير اقتتال شيعي شيعي لاستنزاف الحشد الشعبي، خصوصا بعد ما غسل عار بعض اللي يسمون على الطبق على أهالي السنة، بعض اللي هسب يعني خاتلين بكردستان. الحشد الشعبي لولا ما حررت هاي الأراضي بقوة وطنية وحشد شعبي وغيره. بالتالي أكو ناس تتربص بالعراق تقسيمه استنزاف الحشد الشعبي بالاقتتال الشيعي الشيعي، أطمنك أكو ورانا مرجعية صمام أمان، وأكو ناس واعين لهذا المخطط. لا يقوم يسوي حلاوة بقدر المزروف ودير بالك وفلان شو فلان شو. الذل والعار مو ساحة التحرير، الذل والعار هو يعرفه وين. بالتالي لا يطلق على المتظاهرين شيء يسميهم بمسميات غير المسميات الصحيحة، يتكلم بأدب حتى أرد عليه بأدب.